السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة انتوا وكل حبايبكم، ويا رب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون ناجحة ومكسرة الدنيا وجايبة ليكم كل الأرباح اللي انتوا بتتمنوها. على ذكر الأرباح، في ناس كتير قوي بتربي الفراخ البيضة أو الدجاج اللاحم في مزارع، وهو ده المشروع المنتشر واللي موجود واللي الناس بتكسب منه، تمام؟ ونسبة الفراخ البيضة او الدجاج اللاحم في اي محل وانت بتشتري بتبقى اكبر بكتير قوي من الفراخ البلدي اللي بتباع، لان هي التجارة الاربح والاكثر انتشارا، لانها ارخص، وانت كده كده بتشتري الفراخ دي من بره، فانت مش محتاج تجيبها بلدي، لو هتجيبها بلدي هتربيها عندك اولى. فلذلك في بعض الناس بقى بتربي الفراخ البيضة عندها في البيت علشان تبقى ضامنة ان صحتها كويسة وما فيهاش امراض، وكمان مربياها على ايديها، يعني تقدر تشكلها بالطعم اللي هي عايزاه وبالشكل وبالوزن اللي هي عايزاه وتكون ضمناها بنسبة كبيرة. فعلشان تعرف تربي الدجاج الابيض او اللاحم في البيت لازم تمشي على الطريقة الصح. لكن قبل كل حاجة وقبل ما ندخل في الموضوع، ما تنساش تعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول عن طريق اشعارات مباشرة ليك من اليوتيوب. ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. لازم قبل اي حاجة تعرف ان العلف ما بيتغيرش طول فترة الدورة، وطول الدورة بتاعة التسمين ودورة تسمين الدجاج اللحم، يعني مش زي بعض الناس ما بتقول. في بعض الناس تقولك ايه، غير العلف ده هيكون مفيد اكتر، ده مش عارف ايه. والموضوع ده يا جماعة احنا قلنا عليه كتير قوي، مدام مفيش داعي معين ومفيش خطة انت عارفها من خبير او من بيطري، خطة كده لتغيير العلف في العمر كذا بنغير العلف، في السن كذا بنغير العلف، لو مفيش حاجة انت دارسها ودارس كمان هتعمل ايه معاها عشان السموم. يا جماعة احنا بنقول ده كتير، بس في ناس ما بتسمعش الكلام وبترجع تقولنا ان الطيور بتتضر وبتتسمم، وحالات تسمم بتصل الى نفوق نسبة مش هينة من الطيور. فهتغير العلف لازم تكون داري وواعي كويس جدا بنسبة السموم اللي هتتغير في جسم الطائر، فتديله مضاد سموم وتكون عامل حسابك من الجهة التانية. فموضوع تغيير العلف ده ما بيحصلش، احنا مش هنغير العلف. الخطة بقى انك في اول يوم هتديله مية بسكر او مية بعسل اسود او عسل اسمر زي ما بعض الناس بتقول. نحط عليهم بقى كيس من محلول معالجة جفاف بتاع الاطفال. الاطفال كده بياخدوا كده كيس بيتباع في الصيدليات بشري، محلول معالجة جفاف. محلول معالجة الجفاف ده هتحطه على المية بسكر او المية بالعسل الاسمر او الاسود، وتديه في اول يوم للدجاج اللي عندك، الدجاج الابيض اللي انت اشتريته. في تاني يوم بقى لازم تقدم مضاد حيوي، دوكسي او كلوستين او فلوريكول صباحا طبعا، وممكن كمان تديهم فيتامين ألف دال 3 ه مساء، ده لمدة 3 ايام. هنمشي على الكلام ده لمدة 3 ايام في عمر بقى 10 و20 و30، في الاعمار دي يعني لما الكتكوت يوصل لعشرة ايام ولما يوصل لعشرين يوم ولما يوصل لتلاتين يوم، في المواعيد التلاتة دول هتجيب وقاية ضد الكوكسيديا والكوليستريديا لمدة 3 ايام. يعني يوم 10 هتديها 10، ويوم 20 هتديهم في يوم 20، يوم 30 هتديهم في يوم 30 وقاية ضد الكوكسيديا والكوليستريديا في الثلاث ايام دول، تمام؟ لو جبتها بودرة هتحط ربع معلقة على لتر المية، ولو جبتها سائل هتحط 1 سنتي على لتر المية. طبعا الكلام ده مش هيجيب اي نتيجة لو مفيش متابعة يومية. متابعة يومية، ولما تحس بأي تغير في الفراخ تروح فورا لأقرب طبيب بيطري وتسأله وتقول له الأعراض اللي موجودة عندك، أو تصورها بالتليفون بالموبايل فيديو وتقول له الطيور عندها كذا وكذا وكذا وكذا، وتتابع معاه. ليه؟
لانك جايب الفراخ دي غالبا عشان تفتح مشروع صغير على قدك او لاستفادتك الشخصيه، فانت مش حمل اي خسائر، انت محتاج تستفيد الاستفاده الاكبر وما يبقاش عندك اي نافق. فلما تلاحظ اي تغير في الفراخ تذهب مباشره لاقرب طبيب بيطري وتقول له على الاعراض علشان يساعدك في علاجها ويديك العلاج المناسب. وكل اسبوعين كده تعمل خلطه البصل بالثوم، تمام؟ كل ما يعدي اسبوعين على عمر الدجاج تعمل خلطة البصل بالثوم والخل والليمون، بصل وثوم وخل وليمون، هتقطعهم وتفرمهم كويس في الخلاط وتصفيهم من المية. هتستخدم المية وهتستخدم كمان الناشف اللي فاضل من الخلطة. الناشف اللي فاضل من الخلطة هتحطه على العلف، والمية بتاعتهم السائل بتاعهم بتاع الخليط او العصير بتاعهم هتحطه على المية، هتدفيهم كويس وتحط لمبة صفرة فوقيهم مع التهوية والنظافة وكل التفاصيل التانية. هل انت كده قدرت تربي الفراخ البيضة زي ما المزارع الكبيرة بتربيها؟ اقول لك اه، مش هتختلف اي حاجة عنهم. لو مشيت على كل التفاصيل اللي احنا قلناها دي في الفيديو مش هتختلف اي حاجة عن المزارع الكبيرة اللي بتربي في اماكن مغلقة ومهيئة لتربية الفراخ البيضة او الدجاج اللحم. كل التفاصيل اللي احنا قلناها، في ادوية كتير زي ما احنا شايفين، في فيتامينات، في املاح معدنية، في مضادات للكوكسيديا والكولستريديا، في خلطات، في حاجات كتير قوي لازم ناخد بالنا منها. ونعيد ونكرر حاجة مهمة جدا، العلف ما بيتغيرش طول الدورة، العلف مش بيتغير. العلف لو اتغير انت مش هتبقى حمل انك تديهم بعد كده مضاد سموم ولا حاجة، ولما تغير العلف انت مش هتستفيد حاجة، لان انت دي مش فراخ بياضة مثلا هتجيب لها علف بياض، لا، ده دجاج ابيض لاحم انت مستني منه اوزان كبيرة جدا. فلو غيرت العلف هتغيره ليه؟ امشي على نوع واحد بس، ويفضل 23% بروتين من النوع السوبر علشان تاخد الفعالية والتأثير الأقوى على الطيور بتاعتك، وبعد كده تبقى شايف الطيور او الفراخ البيضة دجاج اللحم اللي قدامك ده بيكبر وبيعمل اوزان كبيرة تصل ل 3 كيلو 4 كيلو لو انت عايز يعني هتسمنهم اكتر وتقعدهم بعد ما يكبروا ويعدوا ل 2 كيلو 3 كيلو، عايز تسمنهم اكتر سمنهم وتحافظ عليهم وتحافظ على درجات حرارتهم، تخلي درجات الحرارة مظبوطة مش عالية ومش واطية. لو حافظت عليهم في كل الظروف دي اؤكد ليك انك هتنتج فراخ بيضة او دجاج لحم زي بتاع المزارع بالظبط، ما يقلش عنهم اي حاجة. لكن اعيد واكرر الاهتمام والمراقبة المستمرة علشان لو ظهرت اي حاجة على القطيع كله تعالجها قبل ما تتفاقم وتنتشر بين باقي الطيور. ولو انتشرت بقى انت هتكون مكلف انك تعالجهم بعد كده وجيب لهم علاجات للمشكلة او للمرض وتعالجهم كلهم طبعا، لان هي هتنتشر بينهم كلهم واحنا في غنى عن كل المشاكل دي من الاول. ما تنساش تعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول، ونشوفكم على الف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.